السلام عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. لما كنت بماوم بنزين امبارح فجت دبور كده من الحاجات الكبيرة كده اللي موجودة في الغابات الروسية الجميلة، شايفه يعني من عن بعد كده بيطير على بعد 4 متر 5 متر مني يعني. فلاحظته يعني، قلت يعني ايه اللي جايبك هنا؟ الغابات قريبة من البنزينة يعني، وفي البنزينة انت في البنزينة اللي انا مومت منها دي انت بتموم بنفسك، مش بيبقى عامل ولا حاجة، انت بتدفع وتروح تمسك وتموم بنفسك. فانا واقف بمعون، اول ما حطيت البتاع وايدي انشغلت راح جايلي وقف لي هنا على البتاع دي قريب من وشي بقى. فاللي هو انا لسه هفكر دبور هيقرص ولا مش هيقرص، فخدت الاكشن السريع ضربته كده وقع على الارض واستعليه خلصنا. طبعا في مواقف اخرى الناس يقول لك لا ما تقتلوش، ما تقتلوش وحرام ومش عارف، بس لو سبب لك ضرر او في خطر انه يسبب لك ضرر، فان ده من الذين ده حاجه ادعو اكبر من عقلتين الصباع، حاجه كتير كده. الدوبير هنا يعني فيه في السلاله منها حلوه يعني تعجبك. المهم، فده التعامل السريع مع حد بيسبب لك خطر مباشر. واحيانا بيبقى في ناس بيبقى قرصهم بالفعل يعني، في ضبابير هنا يعني عاده دبور بيقرصك ويموت بعدها زي النحله او كده، فلا في ضبابير تقرص 3 4 مرات يعني، عندها قدره ان هي تكمل حياتها عادي يعني، فبيجيب لك تهيج وبتاع بتبقاش قرصه جامده يعني ما دام هيكمل حياته بعدين. المهم، فالتعامل مع التهديدات او الناس اللي بتسبب لك تهديد، لو قلنا ده ناس بقى شخص، انت ما بتفكرش. اما بتلاقي واحد قدامك بيسبب لك تهديد ما بتفكرش، بتاخد اجراء على طول. كذلك مع معاول الهدم في مجتمعنا، في مجتمعنا يوجد معاول هدم وصهاينة العرب، معروف المصطلح ده مش بقول حاجة جديدة. فمعول هدم في جدار الامة، حتى مش في الامة كلها، ان هو مثلا حضرتك انت جيت روسيا علشان تتعلم وكده، فيقول لك راح ارض الكفار عشان تتعلم منهم، اللي هو بيتندر وبيستنكر اجتهادك يعني. تقول له لا ما انا مش جاي اتعلم، بس انا جاي اتجوز. يعني انت جاي تتجوز بقى ويسخر منك وبتاع. يا راجل كنت اعمل لك مشروع انفع لك، ضيعت فلوسك وبتاع وراح تتجوز واحده من الكفره وبتاع. فايه بيهدلك مشروعك، هو معاول هدم طول الوقت عليك وعلى غيرك يعني. ليه؟ لأنه هو حاسس بتهديد مباشر، فعشان كده بيهاجم على طول. وبستغرب ان حضرتك ما بتهاجمش على طول زي ما هو بيهاجم، رغم ان معروف قوي ان العلم شيء مقدس وعالي جدا في فهم الاسلام وفي العقيدة الاسلامية. لعلكم تفقهون، لعلهم يفقهون. فالفقه او العلم او اقرأ حاجة اساسية في الدين الاسلامي. فده يقولك لا ما تتعلمش، دول كفار ما تعلمش منهم. طب قبل الاسلام ما يجي كنا هنتعلم ازاي ونتعلم منين؟ ما هم العلوم بتاعت الرومان مثلا والجريك وبتاع اللي هم كفار. طيب فالاسلام جاي يقول لك اتعلم من الموجود. المهم، علشان بعد كده اما يجي لك النص النقل الديني تفهمه، يبقى عندك علم، يبقى عندك وعي يعني. في حاجات القرآن والدين عالي عليهم، حتى اليوم ناس تبقى داخله وخريجه جامعات وفهم القران عالي عليهم، مش واصلين لحته فهم فلسفه القران او معاني كتيره في القران. طيب دي حاجه. طيب الزواج معروف ان هو بناء الاسره اللي هو عماد المجتمع، وتقريبا ربع القران بيتكلم على الموضوع ده، الزوجه والزوج والرفق بالزوجه وحاجات كده. في جزء كبير من القران، مش الربع، يمكن اعتقد ان في حد عامل دراسة يعني، اعتقد قال الربع، مش ان بيتكلم على الاحوال الشخصية والزوجة والزوجة واسرة الطلاق والمواريث. ففي جزء مهم، لان ده معروف ان حاجة اساسية لبناء المجتمع والاسرة، ودي الاسلام بيحض عليها. فهيجي واحد برضو يقول لك انت جاي تتجوز،
انت عايز تتجوز. والادهى من كده مثلا يجي حد في القناه مثلا في اليوتيوب، حد يوتيوبر بيتكلم على الجواز او بيقول للناس تتجوزوا ازاي في الدول الفلانيه، انت بتكلم الناس في الجواز يا راجل، انت ايه الهيافه دي؟ بالنسبه له هيافات، لان دي حاجه بتهدده هو شخصيا، فلذلك بيهاجمك. فحضرتك ليه مش شايفه زي الدبور او زي الدبانه او الصرصار اللي جه وقف لك هنا؟ اعملوا كده وشوطوا اضربوا وموتوا، خلص عليه يعني، انتهي من مشكلته، او اسكت صوته ابعده عنك، او ما تسمعش صوته. فكذلك يجي حد مثلا ايه، كل ما تيجي تعمل حاجه في حياتك بتدور على عمل بتاع، تقول له يقول لك انت فكرك هتلاقي شغل في الشركات المالتي ناشونال؟ يا راجل انت بتحلم، بتفكر تاخد مرتب عالي؟ ده مش عايزك اصلا تقدم. ويقول لك هتروح الانترفيو، ولو كلموك علشان مقابله للعمل يقول لك هتروح الانترفيو هيتفرجوا عليك ويهزقوك ويمشوك. يا باشا الشركات دي عايزه ناس منهم، مش عايزه ناس بتاع. طب لما انت عارف ان انا راجل محترم، او شايف ان الشركات دي عايزه ناس هزق او بتاع، طيب وانت عارف ان انا محترم، ليه بتهد فيا؟ ليه عايزني ما اخدش مرتب عالي؟ لان ده هيبقى هزيمه لي، معناه ان هو ما بيفهمش حاجه، معناه ان هو قليل، معناه ان هو اتجوز غلط او ما اتجوزش قاعد عانس، معناه انه ومش عايز غيره يتجوز. ممكن يكون هو راجل مش غاوي ستات اصلا، غاوي رجاله ما اعرفش يعني، بس او واحده ست برضو مع الناس غاويه ستات مش غاويه رجاله، فبرضو ايه حقد على المجتمع السوي، تقول لك لا ايه ده هيتجوزوا؟ لا انا لا ولا لا والله لازم. فهؤلاء معاول ابليس لهدم الامه. هدم الامه يعني يهدم لك واحد هنا وواحده هنا وواحد هنا، ويحاول دايما ايه يشوف المنابر مثلا على اليوتيوب وكده، ويكتب تعليقات علشان يحض اكبر عدد ممكن، لانه لو طلع بوشه الكالح على الناس الناس هتشتمه وتقول له يا عم انت جاي تطهقنا في عشتنا، انت جاي، هيفهموا حقيقته. لكن هو لما بيشتغل على المفرد تاثيره بيكون اكبر، لكن هيشتغل على الجمع الناس هتعرف حقيقته ويعرفوا ان هو معول هدم من معاول ابليس. كمان واحد يقول لك اي حاجه تيجي تعملها، يقول لك انت عايز اعمل مشروع، يقول لك مشروع هتفشل. وكان انت رايح تعمل مشروع واخواتك في غزه بيتضربوا في رفح، اتبرع بالفلوس دي الاخوه. هو طبعا مش عايز يساعد الاخوه ولا حاجه، هو عايزك ما تعملش المشروع اهم حاجه، حتى لو هتتصدق بيها وتاكل غلابه اعمل حاجه لوجه الله، الا ان انت تنفع نفسك، الا انك تعمل مشروع يعليك ويفتح بيوت، لا خلي البيوت مقفوله وانت ما تنجحش. معول هدم، صبي من صبيان ابليس. فيا اخوه نتقي الله شويه. في تفسير واحد يقول لك يعني اتقي الله يعني اعمل ايه؟ او نبقى من المتقين اللي هو نعمل ايه؟ موجوده في القران، يقول لك والعافين على الناس والكاظمين الغيظ وان الله يحب المحسنين. يعني الناس اللي تلاقي ايه معاول الهدم حواليهم كتير ما يتعصبش بقى، لا ركز في شغلك، ابعدهم عن طريقك وركز في شغلك. لكن لو عندك وقت فاضي وبتاع ده الله تشوم على وشهم يعني اعمل الموضوع ده عادي، لكن ما تخليهمش. هم عايزين حاجتين رئيسيتين، مرحلة أولى أو هدف أعلى اللي هو يلهيك ويبعدك عن الهدف السامي اللي انت تعمله. الزواج، العمل، دي أهم حاجتين في الحياة، دي اللي هي بتساعدك على التزكية، دي اللي بيحض عليها الإسلام، اللي هي أساس التزكية، اللي هي قمة الهرم بتاع الإنجاز في المجتمع، اللي هو أنا بشتغل عرفت ناس عرفت مجتمع عرفت أن أنا أخدم الأمة، بقيت في مركز مرموق. الزواج نفس الكلام، بقى عندي أسرة، بقى عندي وسيلة لنقل العلم أو توريثه أو نقل الخبرة بتاعة التحدي والصمود والجهاد، بنقلها لأسرتي، فبقيت منتج من ناحيتين، في ناحية العمل والجانب المجتمعي اللي هو الأسرة اللي هو نواته الأسرة. طيب أنا هتجوز واحدة مش على كيفي ولا إيه؟ فبرضه بساعدك ان انت تتجوز حاجه بتحبك، واحده وانت بتحبك وانت بتحبها، يعني تبقوا منتجين اكتر. يعني لو واحده على كيفك هتخلف منها 8 9، لو واحده مش على كيفك هتخلف عيل وهتطلق وتدفع نفقه ولا مش عارف، ولا تاخد العيال وتهرب لو كانت اجنبيه ويبقى كافر، يبقى يعني عارف خسرت كله.
فالهدف الاسمى عنده ان هو انك انت ما تعملش الهدف. الهدف التاني انه طب لو ما عرفش يثنيك عنه، طب على الاقل ايه، يهزك، يلخمك، يشغلك، يخليك ان انت تاخد قرار غلط، تاخد قرار اقل كفاءه. ودي في البروجكت مانجمنت بقى نبقى نقولها لكم في حلقه جايه. المهم معاول الهدم قلت لكم نتعامل معها ازاي. خلصت الحلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نشوفكم على خير في حفظ الله. سلام عليكم. امين.